تقول إسرائيل إنها قبضت على 1000 مقاتل حمساوي من الذين قاموا بعملية 7 أكتوبر، ما هو تعليقكم على هذا الأمر؟ يعني تقول إسرائيل ما تريد أن تقول، عندما تنتهي المعركة وتتم الإحصاءات يمكن معرفة حقيقة عدد الشهداء، حقيقة الأسرى، حقيقة المعتقلين، إن كان هناك صفقات تبادل وكذا. الآن تحت غبار المعركة الكل يمكن أن يقول ما يريد ويتحدث في الأرقام التي يريدها، لكن ما أستطيع أن أؤكده لك أن هذا الرقم مبالغ به ومبالغ به جدا، ونحن بالعادة لا نثق بما يقوله الاحتلال، ولكن دعهم يفرحوا بما يقولوا. أستاذ طاهر، هل كنتم تتوقعون رد الفعل الإسرائيلي بهذا الحجم؟ الاحتلال عودنا على القتل وعودنا على الإرهاب، هو يقتل أبناءنا في الضفة دون فعل، كان يقتلنا في غزة دون فعل، أصلا خلال الحصار الذي